اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه في عده برامج طلعت. انا هقول لك على برنامج في الصلاه، وبرنامج في علاج القلب، وبرنامج في علاج المفاصل. البرنامج بتاع علاج الصلاه، لنا صديق كان عنده ازمه قلبيه، وكان لما يجي الازمه دي بتيجي زي المايكارد انفاركشن كده، بتيجي بتقعد يجي تلت ساعه سكاكين بتقطع في قلبه. فجت له في بدايه صلاه، وهو جاي في صلاه الجماعه، وقف راجل كتف بكتف وجنب، راحت الازمه راحت في دقيقه خلاص. بعد ما خلص صلاه، ايه ده الازمه راحت ليه؟ ايه اللي حصل؟ فهو استاذ قلب، فجاب المرضى اللي عنده وبدا يعمل ايه، بدا يقيس للناس رسم القلب، فيلاقي بيزار شيب والقلب بقى وضربات قلب سريعه كده، يجيب واحد يمين واحد شمال كتف بكتف ويعمل رسم قلب، يلاقي القلب اتعدل، يبعد اليمين والشمال يلاقي القلب اتبهدل، بقى يكتر الناس يمين وشمال كله كتف بكتف وايه وقدم بقدم. طلع ان الناس لما بتقف جنب بعضها في صف الصلاه بتوصل قلوب، وطلع ان توصيل القلوب لو واحد بس قلبه سليم، واحد بس قلبه سليم يقدر يعدل القلوب كلها. صحيح، ده احنا بنسميه في الطب البديل العلاج باللمس. اول واحد في العالم كله عالج باللمس كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما كان يضع يده في يد احد ما كان ينزع يده من يدي حتى ينزع الاخر. نعم، ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الذنوب تتساقط. نعم، اذا تصافح المسلمان تحدثت الذنوب بين ايديهم. نعم نعم، الكلام ده لفت انتباهي لحاجه غريبه جدا. واحنا صغيرين كده في عند كورنيش رود الفرج، كنت الاقي ولد وبنت بيحبوا بعض. نعم، وطول ما ماشيين على الكورنيش ماشيين ايديهم في ايدين بعض. تمام، فكان الولد يقول لي لما نروح على الحاره عندنا، يقول لي انا هلاقيها طالعه من البلكونه دلوقتي. وفعلا لقاها طالعه، يقول لي هشوفها بتسرح. طبعا انت عارف البيوت هناك بتسرح، الاقيها بتسرح. فتخيل التواصل الروحي اللي نتج عن تلامس الايدي، ايد وايدها، ويفضل يحبها طول العمر. ولو اتجوز واحده احلى منها بمئة مره يفضل الحب الاولاني موجود عشان التلامس. بالظبط، المصافحه خصوصا الكف، في الكف بالذات، يعني الكبد والطحال والمراره وكل اعضاء جسمنا في الطب السيني المثلث ده. فلما بنتصافح، بس بنتصافح بقلوب صافيه بحب. تصافح لما تيجي تسلم على حد مش متكهرب انت. نعم، سلم عليه ووصل الكهرباء من قلبك لايدك. نعم، يمكن انا بدعو بعض الزوجات والازواج وهو قاعد في البيت بيتفرج على التلفزيون بيعمل اي حاجه، يقعد يمسك ايد مراته بس، يمسكها فقط. ده بيولد منتهى الحب ومنتهى الشفاء من امراض كثيره جدا، لانه بيظبط الكهرباء. نعم، التلامس او العلاج باللمس، النبي عليه الصلاه والسلام زي ما حضرتك قلت من شويه يقول القدم بالقدم والكتف بالكتف، والتماسوا تماسوا تراحموا تراحموا تماسوا تراحموا. نعم، ف ولا تختلفوا فتختلف قلوب فتختلف قلوب. في المجر في بودابست واحد بيعالج بالطاقه وبالقوره وكده، قاسوا المسلمين وهم بيصلوا كلام الكتف بالكتف في بحث معمول في بودابست، يعني لقوا ان الطاقه بتاعتهم النورانيه، الهاله النورانيه، الهاله الزرقاء بتزيد 27 مرة. 27 مرة، 27 مرة الطاقة بتزيد. بتزيد، أيوة، في صلاة يعني الجماعة. يعني الرسول عليه السلام بيقول صلاة الجماعة إيه؟ وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب 27 درجة. دي متقاسة ومتسجلة في جامعة بودابست. نعم، ماشي. إن بس إحنا وإحنا بنصلي كمسلمين في مصر وفي معظم الدول العربية، تحط رجلك جنب الشخص اللي يشيلها كتفك يبعد، ده طالع يمين وده طالع شمال. بالظبط، والصف اعوج. لو في خط مرسوم على الارض تلاقي واحد صوابعه على الخط وواحد صوابعه على الخط. نعم، اذا كنا لا نستطيع ان احنا نقف على خط واحد. انت عارف الحكايه دي، منحم بيجن قال حكمه جميله جدا، قال لك ازاي؟ قال لك ما تخافوش من المصريين طول حياتكم، طول ما هم ما بيعرفوش يقفوا صف واحد في انتظار الاتوبيس. لو لقيتهم يقفوا صف واحد في انتظار الاتوبيس، اعرف ان دول ممكن ينتصروا علينا. وفي سوره في القران الكريم اسمها سوره الصف. صف، سوره كامله اسمها سوره الصف والصفات. بالظبط، اذا تلامس الكتف والقدم، نعم، كل الطاقه السلبيه اللي عندي هتروح. تمام، ولو واحد منور وهو بيصلي واصل هيوصل كل واصل هيوصل يعني كل في لحظه. نعم، في ناس كتيره جدا في لحظه يوصل. نعم، يحس ان هو ما بيش بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. نعم، وبيحس في لحظه ان هو مستمتع.